غلطة عمري اتجوزتها والغلطة بوقتها دفعتها بس قلت لحالي بوقتها أنشأ شوفها أنا هلأ قاموا حبسونا معها محلى الكورونا كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا والله وطلعت مهضومة ومثلي صارت مغرومة وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء غلطة عمري اتجوزتها والغلطة بوقتها دفعتها بس قلت لحالي بوقتها أنشأ شوفها أنا هلأ قاموا حبسونا معها محلى الكورونا كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا والله وطلعت مهضومة ومثلي صارت مغرومة وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء. رامونا رامونا تعال شوي نقعد نحكي. اشرب قهوة. هدي. مرسي. اهلا وسهلا. طيب شوفي، مرة الماضي أنا وياك قعدنا واتفقنا وما مش الحال. إيه الحق عليك مش علي؟ أنا؟ إيه؟ أنت خليت بالاتفاق إلا ما حدا خصه بالتاني. بس أنت كمان مرتي، ما فيك تبرمي بالبيت كل النهار عم تحكي مع رجال. ملا؟ وحضرتك فيك تحكي مع بنات كل الوقت صح؟ ولا صح نسيت حضرتك رجال والزلمة بحق له يلي ما بحق لمرة. مجتمع ذكوري فاشل. مجتمع ذكوري فاشل؟ ايه منيحة جديدة هي. ايه قريت عنها امبارح عنات كتير مهضومة. مهم هلا بدنا نعمل اتفاق انا وياكي لتكون الامور تمام بيناتنا. بشوف البنود بالاول اذا عجبوني اوكي. انا فكرت كل الليل وطلع معي انه هذا الحجر مطول، يعني انا وياكي علقانين بالبيت شئنا ام ابينا. منيح؟ فلازم نلاقي طريقة لتخف المشاكل، بس هذا المطلوب. ايه قول لحالك مش لإلي هذا الحكي. ايه؟ طيب مثل ما بدك مثل ما بدك. المهم هلا انه لازم نتعاون ونسير بعض ايه ولازم كمان نعمل جدول ايه تنعرف كيف بدنا نستفيد من الحجر. على فكره انا شفت فيديوهات كتير مهضومه امبارح وطلع معي قصص كتير هيك كمان انه نقدر نستفيد من الحجر. وعلى فكره هول القصص انا فيني اعملهم فيك ولا بلاك. اوكي خلصتي؟ ايه بدك تحكي بعد؟ لا بتسلمين الميكرو؟ ايه كثير عال. لازم هاي المشاكل نلاقي لها حل من الاخر. ايه بس كمان انت احترمني انا بالبيت. ايه شو بترديني اعمل يعني؟ يعني هول التليفونات التافهة تبعك بدك توقفهم عيب. ها؟ متغار علي؟ يي فشرت. انا قايمة اعمل جدول تبعي. اها قلب غير عليه قال ناقص بعض. جدول؟ خلصت؟ خلصت شو؟ جدول الاشياء اللي بدك تعملها. شو جدول الضرب يعني؟ لك جدول الاشياء اللي بدك تعملها بالحجر. ايه خلصت. فرجيني. شو بدي فرجيكي؟ فرجيني جدول الاشياء اللي بدك تعملها. يي حفظته رامون حفظته.
تفضل قول. شو؟ نوم، كنباية، أكل، نوم وكنباية. هلأ هيك بدك تستفيد من الحجر؟ ايه أكيد. شو؟ شو كاتبة؟ فرجي شو؟ جريدة هاي؟ والله عم تتمسخر؟ النوم وأكل وكنباية؟ ما؟ في أكس بوكس كمان، نسيت خبرك. مطول بهاللعبة؟ شو صار لك هلا؟ مين حكي معي؟ مش شايفني عم بعمل سبار؟ والله شايفك نايمة وانت قاعدة، هيدا اللي شايفه. هلا هيدا هو مفهومك لليوغا؟ لا انت هيدا بتسميه سبار اللي عم تعمليه؟ والله هلا بشرفك. هاي بالنسبة لك رياضة؟ هاي الشيء اللي عم تعمليه انت رياضة هيدا؟ يا حبيبتي الرياضة حركة ونشاط و شو هاي؟ شو هي هاي؟ والله ايش بدك يعني اعمل؟ يعني اركض من هون على اوضه النوم ولا نطنط بالمطبخ او بالصالون؟ بتعرفي شو المصيبه؟ مصيبه انه الواحد اذا بيشغل مخه شوي بلاقي الف طريقه ليعمل فيها سبور. مش هيك؟ افرجيني. افرجيكي شو عم تحديني؟ يلا فرجي بيك كمان. عرفتيها هاي؟ ايه طبعا وزن كثير خفيف يعني هاي مش سبور. هلا قال لك كيف سبور. شفتي؟ هذا تمرين. لكن يقرط نومي على قاعد الواحد تمرين؟ ايه اعملها 10 مرات. اعملها 100 كمان. يلا. فخصني. فخص. ليك حبيبي انت نظيف وانا جوا. شاو. شو نظف وانا جوا؟ شو خصني انا؟ رح تخليكي معي. لا 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 انت بدك تشوف المنظر. قال هو محمس هيك وفارد عضلاته حمل كنبي كسر الفاز. تحمس يعني. اوف كتير. هلا قاعد عم بينظف خليه ينظف. بس ما يقوم الفاز تقيل. لا يا عمي ابو رخوصه شكلها 1 دولار. هيدي امه مربحتني جميله فيها جابت لي اياها كادو قال هي وذوقها. يا الله قتلتيني. ليكي شكله خلص برجع بحكيكي. يلا باي. رمونة رمونة جيت. يعطيك العافية. هلا برو. على فكرة لقيت لك حل للسبور. هات لنشوف. عنا رز؟ إنه في؟ إنه في ولا في رز؟ في رز. وعدس؟ في عدس. وحمص؟ في حمص. خلصني شو بدك فيهم؟ ضروري تروقي على فكرة. مختومين؟ إنه إيه مختومين فريد؟ يي؟ شو بدك فيهم؟ احكي. حقيني. تعي تعي. عشان بتفتش على الرز رمونة. بدي الرز. وينه؟ فوق. ما بيزوى تحكي من الأول. ساعدني عليك. شو هول؟ هول ماشي بدك تشوف ورا بالخزانة. شو بك جاي بالسوبر ماركت كله؟ يا عم الناس عم تتمون بس ما تعطى الهم. مش رح ينكبوا يعني. هول كل واحد كيلو؟ انه مفروض كل واحد كيلو. خلصني بشرفك. بتحكي كثير قلقتيني. تعي.
عرفتي هذا بسموه تمرين لكن مثل اللي انت بتمرني لي هيك؟ بسم الله عليك انت ما ويك مسخر علي؟ يا عمي مش عم تمسخر خلصني طيب ليكي شو؟ بهيدا الكيس ورا في كيس صغار هيك خفاف بتعقلاتك فيك تمرني فيهم انا بفضل انت تتمرن يلا فرجيني كيف بتشيل يا بتمرن ليش ما بدي اتمرن بس انا سيستمي بحب حمي قبل يلا تفضل حمي ضروري كثير تحمي بحمي اكيد بدي احمي اديني ايدك شو بدك بايدك اديني ايدك هدي بيسي لورا وا بيسي يي يا عمي خلصني منك بقى الحنك هيك هيدا بسموه تمرين هيدا التمرين هيدا التمرين عن جد كتير قوي التمرين ليك حبيب بس تخلص تنظيف انا بالاوضه ايه تمرين ايه اوضه عمري تجوزت والغلطة بوقتها دفعت بس قلت الحالي بوقتها هنجأ شوفها أنا هلأ مو حبسونا معها محلى الكورونا كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا والله وطلعت مهضومي ومثلي صارت مغرومي وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء غلطة عمري تجوزت والغلطة بوقتها دفعت بس قلت الحالي بوقتها هنجأ شوفها أنا هلأ مو حبسونا معها محلى الكورونا كيف بدي طيق جنونا يا دلي يا أنا علقنا وصرنا نتلاقى وكل تك بتك خناقى ودايق خلقي وخلاقى وقلنا منحكي سوا والله وطلعت مهضومي ومثلي صارت مغرومي وفادتنا هالكورونا وكانت إلا الدواء